جميعاتنا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد اللي ممكن تتبعوه كذلك صوتا وصورة عبر الصفحة الرسمية سناء الزعيم أصوات. فمرحبا بكم طبعا فينما كنتوا كتابعونا، مرحبا بكم بالمغرب ولا بالخارج، لايف جديد مرحبا بكم. غادي إن شاء الله اليوم نتكلموا معكم على مشكل النحافة المفرطة واللي كيعانيو منه كتير من النساء ومن البنات. شنو هي الأسباب ديال النحافة المفرطة وكيفاش ممكن لله تبعي واحد الحمية، واحد نظام الغذائي؟ يعني الحمية راه ما كنقولوش حمية غير بالنسبة للسيدات اللي باغيين يضعفوا، كنقولوا أيضا حمية كنظام غذائي معتدل أو متوازن لحل واحد المشكل معين. موضوعنا اليوم طبعا غادي نجاوبوا فيه على أسئلتكم دابا تصلي ألالا واستشري، طرحي علينا كل أسئلتك على رقم الاستوديو المباشر 0522 77 24 24، أو كذلك كيف قلت على اللايف والصفحة الرسمية. ما تنسوش تابونا وتأكدوا أنكم معنا في الصفحة الأصلية ديالي عبر الفيسبوك. موضوع كنت كلموا عليه رفقة الدكتورة سناء العنانية المختصة في الحمية والتغذية وطب أجميل خبيرة التغذية في البرنامج. صباح النور. صباح النور سناء، صباح النور مستمعين الكرام. شخبارك لاباس عليك؟ الله يسلمكم. كيف دايرة مع الصهد؟ الموت كتنعسو بعد. انا مشكلة في الليل. الناس ولاو كيعانيو فعلا من الارق لانه قوة الحرارة والصهد اللي كاين، يعني الانسان ولا كيصعب عليه نوم ليلا ولا كيصعب علينا الفياق صباحا. فالحمد لله يعني احنا كنتأقلموا باش ان شاء الله يعني نواكبوا هاد المسألة هادي. غادي نقدم بعض النصائح اللي كتخص الحرارة وكيفاش نتأقلموا مع ارتفاع درجة الحرارة، ولكن قبل موضوعنا اليوم موضوع اللي كيشغل كثير من السيدات وكثير من البنات اللي كتبوا لي في الخاص ولا يطرحوا علي أسئلة. هذه فرصة باش تصلوا بينا ونسمعوا صوتكم. النحافة المفرطة، يعني كاين النساء اللي حبلوا ولدوا بوليداتهم وكذا، ولكن كتقول لك ما كنزيدش نهائيا في الوزن، وكثر من هادشي يعني وليت كنقص الوزن، غاديه مع السن وانا كنقص الوزن. كاين ايضا كثير من الفتيات اللي هاد المساله كتضايقهم وكتزعجهم، لان البنت كتبغي تحس براسها حتى هي عندها بعض المعالم ديال الانوثه، ولكن داكشي اللي كلات ما كيبانش فيها. فملي كنهضروا على النحافه، واش هي نحافة مفرطة أو هناك نحافة أنواع ديال النحافة، وشنو اللي كيسببها دكتورة سناء العناني؟ بالفعل النحافة مشكل كيعانيو منه بعض النساء. كيقدر يكون عنده أسباب متعددة، يا إما السيدة من نهار تعقل على راسها كتقول لك من نهار نعقل على راسي وأنا ضعيفة. ملي كتجي كتسوليها كتلقاي هذا الشكل ديال العائلة، كل شيء كتلقاه ضعيف. هنا كنهضروا على لا ميغور كونستيتيوشنيل، يعني واحد النحافة اللي هي تتكون في التكوين في البنية ديال الشخص، كتكون هذيك النحافة هنا تيصعب الأمر. هذه هي واقيلا الحالة الوحيدة اللي نقدر نقول ما عندهاش شي حل ناجع اللي باش نقدروا نسلكوا، ولكن زعما الحمد لله ما كايناش غير هذا النوع قليل، ما كاينش بزاف، كاين أنواع أخرين اللي ربما وقع واحد المشكل في حياة السيدة أو الشخص بصفة عامة، حتى الرجال كيقدروا يعانيوا من هذا المشكل، كيوقع لهم واحد المشكل في واحد الفترة من حياتهم، يا إما صدمة نفسية يا إما مشكل مرضي عضوي اللي كيخليهم كيفقدوا الشهية لواحد الفترة. شنو كتوقع؟ المعدة كتكمش، الحجم ديالها كيصغر، داك التقلص اللي كيوقع للمعدة كيخليها بأن ما كتبقاش تقدر تستقبل كميات ديال الأطعمة اللي كافية باش الإنسان يكون عنده واحد الوزن اللي هو عادي. هذا النوع هو اللي كيكون شائع، وهذا كنقدروا نعالجوه غير بالتغذية، وبالتغذية فقط كنقدروا نحاولوا زعما اون بو با ليا سو بروبليم، كنقدروا نقادوا هذا المشكل ما كيبقاش مزمن. هنا كنحاولوا ننظموا الغذاء ديالنا، لان بزاف الناس اللي كيكون عندهم مشكل النحافه شنو هو النظام الغذائي ديالهم الطبيعي؟ الفطور كيكونوا مسقومين ما تيقدروش ياكلوا، ربما منين تتقرب الوجبه
ديال الرئيسية عاد كيمشيو تيكسروا الجوع، تيكون فيهم الجوع كيمشيو كيكسروا بشي حاجة اللي هي ماشي بالشرط مزيانة اليوم، يقدروا يكونوا غير بسكوي بسكويت ولا غادي ياخذوا ربما فواكه، ولا غيقدروا ياخذوا شي حاجة ديال السقاطة غادي يقمعوا بها الجوع. ملي كتوصل الوجبة الرئيسية ما تيبقاوش يقدروا ياكلوا، غالبا ما تيكون هذا هو المشكل ديالهم. كتوصل الوجبة ديال العشية زعما بالتأكيد، وحنا غادي نشوفوا الشهادات ديال الناس، غالبا هذيك الوجبة هي الوجبة الرئيسية ديال الأشخاص اللي كيعانيوا من النحافة، لأنهم تيجوعوا على طول اليوم. كتوصل ديك الخمسة ستة العشية عاد غادي ياكلوا، شنو غادي ياكلوا؟ ربما غادي ياكلوا عجائن، ربما غادي ياكلوا حلويات. هنا دائما كنلقاو عندهم بأن مشكل ديال رصيد العضلات ضعيف وضعيف جدا، لأنهم ما تياكلوش الكفاية ديالهم في البروتينات، وإلا ما خداوهاش راه كل شيء في ذاتنا محتاجة الأحماض الأمينية اللي هي اللي كتكون البروتينات. إذا غادي يمشيوا للرصيد العضلات اللي متواجد غيبداو كياخذوا منه، هذا هو المشكل اللي كيقدر يكون. بالنسبة لهاد الناس كيفاش غيقدروا يتغلبوا على هذا الامر؟ اولا خصهم يولفوا النظام في الوجبات الاكل. كيف كنقول للناس اللي خصهم يغلطوا، كيف كنقول للناس اللي خصهم يضعفوا؟ بحال تنظيم اوقات الاكل، باش كيولي عندهم واحد بحال واحد الميكانيزم كيفيقوه، بحال واحد المكانه بيولوجيه اللي كتبقى كتصوني اليوم، لان الذات كتولف تاكل في واحد الوقيته كتولي يعني كتنادي بالماكلة في هذيك الساعة لأنها ساعة الجوع. نعم. هذه أولا. ثانيا تنويع الغذائي في الوجبات، يعني الوجبة خصني نعرفها مناش خصها تكون من هذه وهذه وهذه وهذه. في الأول ناخذ كميات اللي هي صغيرة لأن على حساب الحجم ديال المائدة، ولكن نولفوا أننا ناكلوا متوازن في الوجبات كاملين، ونفرقوا الوجبات ديالنا. إلا كانوا الأشخاص الأدين كيأكلوا ثلاثة الوجبات رئيسية ووجبة خفيفة في العشية، بالنسبة للناس اللي عندهم نقصان في الوزن خصهم يديروا خمسة ستة الوجبات في اليوم باش كيقدروا يالله يوصلوا للسعرات الحرارية اللي هما محتاجينها. يبعدوا على شي حاجه سميتها ليدام، حيت بزاف كنشوف حتى في المواقع حتى في الانترنت مثلا المنصوح به هي زيدوا صلصات الميدومه، زيدوا لا، لان ليدام عسير الهضم. وجبه اللي كتكون غنيه بليدام، وهذا نصيحه غتلقاوها متداوله في الانترنت. نعم. الوجبه اللي كتكون غنيه في ليدام كتكون عسيره الهضم، اذا غادي تاثر على الوجبه المواليه، ما غاديش تخليك انت بني غتوصل الوقيته ديال الوجبه اللي من بعد باقي مضارب مع الهضم ديال الوجبه اللي قبل، باقي المائده ما خواتش لانها بيالله بشويه بشويه كتسعس مع داك الشيء اللي عطيتيها معقد ومركب ومدم. اذا لا، نخفوا نام في ليدام. كيف كنقول الناس اللي باغين يغلاضوا، كيف كنقول الناس اللي باغين يضعفوا؟ ثلاثة المعالق ديال الزيت لا غير في اليوم. المقليات نحاول نتفاداها كيف قلت لكم عسيرة الهضم، وغادي تقفلهم على الماكلة الأخرى. نحاول ناخدوا أطعمة اللي الحجم ديالها صغير واللي السعرات الحرارية ديالها مرتفعة. هذه أنا متفقة معها، وغادي تلقاوها أيضا متداولة في الانترنت. مثلا دوك لي بول انرجيتيك، الكويرات الطاقية اللي كيكون فيها تيكون فيها فواكه جافة، كيكون فيها شوكولا، كيكون فيها العسل، كيقدر يكون فيها الكوك، كيقدر يكون فيها الشوفان، كتكون مركبة من الزنجلان، القرقاع، اللوز، وكتخلط بحال هكا بالعسل ولا بالشوكولات، وكربما كتفند في الكوك ولا عاوتاني في الشوكولات. هذه مزيان لان الحجم ديالها صغير، القيمه الغذائيه ديالها كبيره، وما كتشدلناش بلاصه كبيره في المائده، اذا غتخلي بلاصه لحاجه اخرى نقدروا ناكلوها، ربما نقدروا ندخلوها كمثلا مع ديك العشرة الصباح نقدروا ناخذوها. الا ما قدرتش ناخذ داك المكمل ديال الوجبه ديال الفطور، نقدر ناخذها كمكمل مزيانه، وغتعطيني مصدر ديال الطاقه لا يستهان به. نستقبلوا مكالماتكم مستمعاتنا 05 22 77 24 24. مرحبا بكم وبكل أسئلتكم. بداية مهنا فوزية من الدار البيضاء، صباح النور.
السلام عليكم، صباح الخير اختي، لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك فوزية. الحمد لله. دونك عندي تدخل على هذه النحافه المفرطه. انا النوع ديال الانسان اللي كناكل ليجيرمون الصباح، كان لا بدا كنفطر حيت اساسي عندي الغداء عاوتاني لي كريديتي و في لو سوار سي دو بوين اما لا صوم ولا ما كناكل والو. اذا حياتي تغيرت في المسار هذا المهني ديالي و لو كوتي بسيشيك والاحداث اللي تعرضت لهم في حياتي الشخصيه بحال لامور ديال الوالدي ولا المهم شي حاجه كيما توشي ليسونسييل. هذا زادني واحد النحافه وخلاني عاوتاني نضيع لي كويزو ديال الصعوبات الحراريه ديالي. المهم ما بقيتش واخده واحد لوبجيكتيف في حياتي في لوكور ديالي مزيان. هاد العام جي شونجي داتيتود، مشيت للرياضة لابيسين، كناكل دابا لاحظت كناكل بعينيا أكثر من ناكل هذا ماتيريال نهز يديا ونخدم. المهم هذاك الشيء ملي كندير التحاليل هاد العام لقيت الكوليسترول ديالي طالع والمعدة كضرني وما عرفش هادشي منين. بدات كنقول مع راسي بحال قالت الاستاذه ما عنديش نظام ما عنديش منهجيه ديال الماكله باش ناكل هادي نرجع للطا النورمال ديالي ناكل لي كريتي هادي مخرى هادي حيت دي الاستاذه هذا بدات العالم النفسي هو كيأثر علينا أكثر من حاجة أخرى. معلوم اللفوزية وحاجة غير دو بلوس نزيدها، هدرتو في الأول على الحرارة وما كنت نعسوش مزيان. كنعرفوا أن عندنا نعمة كبيرة عطاها الله هي الليل، الليل اللي نسكنو فيه ساكنة فيه وخصنا نديرو دعاء ملي كنشوفوا الحرارة اللهم أجرنا من النار. كان نتعود الله بالنهار اللي فيه الحرارة ومن طنك نفكروا أن كنا كين هذا جمان حرارة أشد منها. أي سيسا بس ما نبقاش نهضروا غير في شي حاجة عادية ونسوا أن كين واحد الله سبحانه وتعالى اللي كين يسير الكون وإحنا يا غير عباد دياله. وشكرا على التدخل ديالكم. فوزية ألا فوزية ولا فوزية قول لي دابا إذن على حسب ما فهمنا من هذه الشهادة ما كانش عندك هذا المشكل ديال النحافة المفرطة حتى مريتي من أزمات ومن صدمات لا سيما فقدان الابن ديالك. بداية كان يعني أنا غنغتنم الفرصة ونقول لك أجرك الله والله يعوضك عليه خير والله يجعله من أهل الجنة والله يرحمه. أكيد على أنه يعني إحنا حسينا بك لأنه هذه تجربة صعيبة بزاف صعيبة بزاف. فربما من أول الأمور اللي غادي تكوني حسيتي بها أنه غتقفل الشهية وغترفضي تأكلي واليوم تتتضرنا على واحد الاضطراب اللي وليتي حاسة به وعايشاه ورغم ذلك يعني درتي تحليلة ولقيتي عندك الكوليسترول مرتفع. اليوم واش عندك رغبة باش أنك تقادي هذا النظام الغذائي ديالك؟ واش حاولتي مثلا تستهلكي أو تاخدي بعض الفاتحات للشهية؟ واش لجأتي الأمور بحال هادي؟ معلوم شت طبيب متخصص في المسائل وخديت واحد عطاني واحد باكي فيه كم تيتر دولفي تيغي ما نذكروش الماركة لا فوزية سيسا. المهم هذا كناخدو افون شاك روبا تعاونك شوية؟ الحمد لله كيعاونو لكن انا حيت ولات المعده كضرني بتف انا كنت غير لو كوتي بسيكيك حيت لا ضرني. شحال هادي دابا شحال داز الوقت؟ دابا برسك 3 ans 3 ans تينا هكذا
كتحسي الحالة ديالك تتحسن شوية؟ مرة طالعة، مرة المهم داكشي ماشي ستابل، ولكن والله الله يكون لك في العوين، الله يكون لك في العوين. امين حبيبي ديالي، حيت اكيد على انها تجربه كيف قلت يعني صعيبه، وصعيبه بزاف. امتحان هذا كبير، يعني الله يلطف بك والله ينزل عليك الرحمه والسلوان. دكتوره سناء العناني، شنو نصيحتك لفوزيه؟ هنا الجانب النفسي اللي دائما كنتكلموا عليه في البرنامج وكنعطيه اهميته في جميع الحالات وجميع الاضطرابات الغذائيه، ولكن هنا الجانب النفسي راه يعني جبل قوي ماشي سهل. باش ممكن تنصحها وباش ممكن تساعد نفسها؟ تنظن بان بدل لاله فوزيه البركه في راسك، والله الله يعوضك خير والله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. وتنطلب من الجميع انهم يترحموا عليه في هذا النهار، لانه دعوة ديالنا كاملين ربما هو محتاجها في هذه الساعه. تنظن بان هذه الظرفيه ربما غطاتك في واحد النوع من الاكتئاب اللي خلاك ما تهملي الجانب الغذائي، وتهملي ربما اي حاجه كتعلق بك انت كشخص. ولكن الحمد لله كاين واحد بادره خير، انك رجعتي هذا العام درتي الرياضه ورجعتي درتي لابيسين، معنى ان كاين واحد الامل بانك راه كاين واحد التشبث بالحياه، كاين واحد التشبث بالامل. مزيان، هذا بالنسبه لي مؤشر خير. بالنسبه للماكله تكلمتي على ليكريديتي، ما ننصحكش بزاف بانك تاخدي ليكريديتي، لان ليكريديتي بالعكس غادي نعطيهم للناس. ليكريديتي باش نبسطهم الناس هما الشلاضه اللي كتكون خضراء وكتكون بحال الخس وماطيشه والخيار وخز ومحكوك وما جاوره. هذه نقدر ننصح بها الناس اللي باغيين يضعفوا في الوزن، لانها كتعمر المائده والسعرات الحراريه ديالها منخفضه. بالنسبه ليك انتيا ما خصكش تاخدي بحال هذه الاطعمه، لانها غتعمر المعدة والسعرات الحرارية ديالها منخفضة. احنا في حاجة العكس، الأطعمة اللي ما عندهاش حجم كبير في المعدة وكتعطينا واحد سعرات حرارية اللي لا بأس بها. فهمتي لالة فوزية؟ اذا ليكريديتي سا ايفيتي، خصك تتفاديهم الا بغيتي تزادي في الوزن. بالعكس تاخدي مثلا شلاضه طايبه وفيها شويه ديال الزيت البلديه، بحال دابا تزيدي شويه ديال الجبن ولكن شويه مخفف، لان بالنسبه لك انت مشكل الكوليسترول غالبا سان كوليسترول اللي اوندوجين اللي الذات ديالك هي اللي كتصنعه. الا ما كنتيش كتاكلي ليدام بصح، فالنوبات كيكون مشكل ليه هو وراثي، كيكون متواجد في العائله، كاين مشكل ديال الكوليسترول. ما عرفتش واش في العائله ديالك كاين الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل ايضا ولا لا؟ ما عرفتش. المهم كل واحد هذا فيه السكر، هذا فيه الضغط، هذا حيت انا عندي الضغط، عندي الضغط، عندك الضغط؟ عندي لا طونسيون كتطلع. اذا خصك غير كيف قلت لك تاكلي، تفرقي الوجبات ديالك، كلي بشويه. في الصباح مثلا غتاخدي خبز الكامل، غتاخدي الزيت البلديه ما تفوتيش معلقه، غتاخدي فاكهه في الصباح، وغتاخدي شي حاجه من الاجبان، ياغورت ولا كاس ديال الحليب. تقدري ما تاكليش هادشي كله دقه واحده، وخدي القرقاع ايضا مفيد، والتمر. الا ما تاخديش الفاكهه خدي في بلاصتها التمر، مزيان لك بالنسبه للصباح. اذا ما تقدريش تاكلي كلشي دقه واحده، الفطور قسميه على جوج ولا ثلاثه ديال المراحل، عاد غندوزو عاوتاني الوجبه ديال الغداء اللي غتكون فيها الشلاضه، غيكون فيها بروتينات. في الاول بدا يغيب شويه 80-100 غرام، والهدف ديالك انك في اخر المطاف غتوصلي ل 150 غرام بالنسبه للحوم الحمراء ولا الدواجن، و 200 غرام بالنسبه للسمك. وضروري ما يكون عندك واحد القسط من لي سوكرولون، يعني القطاني او الخبز او البطاطا. والمزيد من النصائح غادي توفينا بهم دكتوره. تحيه لك لاله فوزيه، بقلبنا معك، وان شاء الله يعني الله يصوب، الله ييسر لك الامور لهذا الشيء اللي جاي ان شاء الله، وتهلا في راسك. غادي ناخذ مكالمات اخرى ونجاوبوا دائما على اسئلتكم من بعد الفاصل. الان المكالمه ديال سناء معنا من تطوان، ثم غادي ناخذ نعيمه من اسفي. اهلا بك سناء من تطوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الأخت سناء، لاباس؟ الحمد لله. مزيانين، عواشركم مبروكة. شكرا. تحية الدكتورة سناء العناني. الله يسلمك سناء.
والله يرحم الولد السيده اللي هضرت معاكم دابا عاد الله يرحمه مسكين. اللهم امين يا رب. شكرا لك. وكنشكركم بزاف على البرامج ديالكم، دائما كنستافدوا معاكم، ديما كنتبعوا معاكم. مرحبا، كنشكرك على وفائك للراديو اسواد. مرحبا مرحبا، سعيده بسمع صوتك معنا سناء، وتحيه كبيره للمستمعين اسواد بتطوان على الموجه 104.5. شكرا بزاف. اليوم انا اتصلت بكم، عندي سؤال وعندي طلب، واش ممكن؟ مرحبا. نبدا بالسؤال ولا بالطلب؟ اللي بغيتي. نبدا بالسؤال ديالي للدكتوره سناء العيناني. تبارك الله عليها، منوره ودائما كتستافدوا منا. الله يسلمك. انا عندي واحد الصديقه ديالي كتعاني من النحافه وفي نفس الوقت يعني هي اصلا ما عندهاش شهيه الماكله نهائيا. يعني الا فطرت ما تغدى ولا تغدات ما تعشى، وتقدر تبقى نهار كامل ما داكل شيء وما تفكرش اصلا في الماكله. شحال في عمرها؟ العمر ديالها 30 سنه. ومن دائما وهي يعني هكا مده طويله، يعني ماشي دائما، ملي كانت الصغر ديالها لا كانت تبارك الله غليظه ورافده الوزن، ولكن يعني ملي كبرت وبدات كتخدم وهذا يعني بدات كتنهار ضعيفه. نعم، التوتر ربما ديال الخدمه هو اللي خلاها تسقم. يمكن عندها هي شويه توتر، عندها الخدمه شويه صعيبه، وعندها شويه الخوف في الخدمه ديالها كيخليها تي كياثر على النفسيه ديالها. معلوم. وهنا خصها اولا تعالج هاد زعما الاضطرابات النفسيه اللي هي اللي كتاثر لها على الماكله. خصها تضبط الاحاسيس ديالها باش ما تخليهمش ياثروا لها على هاد الشيء. معلوم بمساعده اخصائيين. الدكتوره فدوى السعداني راها غادي تعاونها كثير، اتصل بها فوقاش تكون لسنة دكتوره فدوى نهار الاربعاء، تقدر تتصل في البرنامج باش تعاونها على الجانب النفسي. بالنسبه للماكله كيف قلت لك، هنا عندي المشكل هي انا ما كتاكلش بزاف، يعني غير غادي تبدا تاكل منتظم وتاكل مزيان بوحدها ربما غيصعب الامر. كنصح دائما الناس اللي كيبغيو يتزادوا في الوزن يكون عندهم واحد الفطير اللي كيكونوا كيقيدوا فيه كاع داكشي اللي كياكلوا، باش من بعد كيشوفوا شنو هما الاغلاط اللي داروا، علاش وفوقاش وشمن وقيته من النهار، باش كيحاولوا يداركوا الامر في الاسبوع ربما اللي من بعد، ويقادوا يصلحوا الاغلاط اللي وقعوا فيها. منين كيقادوا الماكله ديالهم كيتزادوا نص كيلو في الاسبوع، هذا هو الهدف اللي كيكون بالنسبه للناس اللي عندهم هذه النحافه. وممكن بالنسبه لها راه غير المعده ديالها مكمشه، مادام انها كان عندها وزن اللي هو طبيعي قبل، فهذا مؤشر خير وكيبين بانه راه تقدر عاوتاني تكتسب الوزن من بدا وجديد بمساعده اخصائي اللي غيكون مصاحبها في هاد الفتره. ودائما كيف قلت لك لو كارني اليمونتير، يعني واحد الدفتر اللي غتكون كتقيد فيه داكشي اللي كتاكل باش يقدر الاخصائي يساعدها. متفقين لسنة؟ اللي فهمت منك دكتورة أن هاد البنت هذه بعد عندها حالة نفسية خاصها تعالجها، خاصها تعالجها تمشي للأكل باش تحسن. هادشي اللي كاين، لأن مادام عندها هاد التوتر وما كتعرفش تغلب عليه راه غادي يبقى يأثر لها على السلوك الغذائي ديالها. وتقدر ديرهم بجوج في نفس الوقت تعالج عند الطبيب النفسي، وفي نفس الوقت تكون مصاحبه بطبيب ديال التغذيه اللي غادي يعاونها بطريقه متوازيه مع هاد مع الطبيب النفسي. شكرا دكتوره بزاف على المعلومات وتبارك الله عليك. دابا غادي نطلب واحد الطلب من سناء الزعيم، كنتمنى تقبلني بصدر رحب وكنشكرها بزاف. انا كتبت لك بزاف على الانستغرام وسبق لي هضرت معكم وقلت لك كنتمنى نكون ضيفه معكم في البرنامج. انا كنعمل تصميم ديكور وكنشتغل في المجال النجاره الخشبيه مزيان، وكنتمنى نبرز هذا الشيء ديالي بغرضه للجمهور المغربي ونكون ضيفه عندكم. هذا هو الطلب اللي عندي، كنتمنى تقبلوني. مرحبا طبعا، وانا كنت جاوبتك فعلا، قلت لك مرحبا بك على راديو اصوات. غادي نطلب المخرج ديالنا ياخذ رقم الهاتف ديالك سناء، واللي غنقترح عليك من دابا هو انك تقدري تشاركي في برنامج لكل اسره مع لمياء المساوي اللي فيه كتستضيف مجموعه من الحرفيين والحرفيات باش تبرزي هاد التجربه ديالك وهاد الخبره ديالك في مجال الديكور. طبعا
موضوع اللي كيهم كثير من السيدات، وإلا عندك أي خبرة أو نصائح تقاسميها فغادي نكونوا حتى حنا سعداء بمشاركتك معنا ومرحبا بك. كنشكرك بزاف أستاذة سناء الزعيم وعلى على الطيبوبة ديالك وعلى حسن المعاملة ديالك مع المستمعات المتصلات الضيوف، ما شاء الله عليك مثال المرأة المغربية ودائما كنفتخروا بيك وبالضيوف ديالك، وكنوجه تحية لطاقم راديو أصوات. شكرا. وكنشكرهم بزاف على هذه البرامج الرائعة، شكرا لك يا سادة. شكرا ونقول لك إلى لقاء قريب إن شاء الله نسمعك معنا على راديو أصوات وعلى أثير الإذاعة. وبغيت نعود نحيي الناس ديال تطوان اللي كيتابعونا وصحيح الموجة اللي عطيت قبيلة، الموجة هي 105.9 الموجة ديال راديو أصوات بتطوان، فإلا كنتوا في شمال المغرب بالضبط في تطوان طبعا قلبوا على موجات راديو أصوات وتبعوا برامجنا الصيفية. تحية لك سناء. غادي نمشيو الآن للأسفي، معنا نعيمة. أهلا بك نعيمة. ألو. أهلا. ألو. السلام عليكم يا نعيمة. أمينة. أمينة ماشي نعيمة. أمينة شكرا لك. كيف غادي نعاودني نذبحوا حولي باش نعاود لك سميه. شكرا لك سناء. الله يخليك علينا وشكرا للدكتورة ديالنا والمخرج. شكرا بزاف. مرحبا بك أمينة وتحيات احنا كبيرة الناس بأسفي. ربنا يخليك. بغيت نطلق في سؤال على الدكتورة ديالنا الله يخليها لينا. مرحبا. أنا دابا عندي كنت كنعالج على الفرانة كيقول مشي كندوز كيقول لك عندي قولون عصابي. الماكلة ما عنديش هي الماكلة نهائي. إلى الصباح مثلا ما كنقدرش نفطر نهائي، الماء ما كنشربش بزاف. وكان نقص الوزن بزاف، كان مشي عندي كيقول لي عندك قولون عصابي كيعطيني شي حاجه ديال الاعصاب مهدي وداك الشيء. دابا من شهر 10 نط عليا المعده، دابا نط عليا المعده كنحس بحال شي قلب كيضرب لي في البول ديالي. بومزوي مشيت عند الطبيب قال لي راه عندك بومزوي. ودابا من شهر 10 من رمضان لهنا كانت عندي 60 كيلو، دابا من رمضان لهنا 10 كيلو نقصت مني بقات فيا 50، وما وليت فيا العيا ما كنتش نقدر نتمشى ما كنتش نقدر نكمل صافي ما بقيتش كنقدر نتصنت الهضره، شي حد يقول شي هضره ولا نسمع شي حد مات ولا شي حاجه كتشدني الخلعه كيبقى قلبي كيضرب والوزن كنقص بزاف الوزن. واخا واش مشيتي جئتي لعند الطبيب النفسي لهذا المشكل ديال اللي كتعاني منه من هاد الخلعه كيف كتقولي؟ لا دابا مشي غير الطبيب العام تيعطيني الدواء صافي، ما كنمشيش ما عمرني مشيت عند شي طبيب نفسي. لا ولا بد لا امينه غتلتجئ لطبيب نفسي لان هاد الامور هي بدات كتعقد وبدات كتشعب، لان المشكل النفسي هو اثر لك على التغذيه اثر لك على المصران، لان كيف كنقول لكم هو الدماغ الثاني، فغير كيكون واحد المشكل ديال التوتر ولا بد كيبان على الجهاز الهضمي. ها حنا وصلنا انه هاد لو سيندروم سولير ولا بومزوي اللي كتعاني منه فهو عنده تفسير واحد، هو الجانب النفسي هو اللي كيكون عنده علاقه، هو اللي كيكون السبب المباشر ديال هاد المشكل ديال بومزوي. ولا بد انت وصلتي ل 50 كيلو راه باقي الا ما داركتيش الامر تقدري تنزلي اكثر من هاد الشيء، لان المعده غتبقى تكمش وغتولي كتخافي من الماكله، لان دابا الا كليت كيضرك ضرني كيضرك الماكله، لان دابا خصنا نعالجوا بعد المعده ونعالجوا المصران، ما يمكنش هذاك هو اللوزين ديالنا ديال الهضم. كيفاش بغيتي تاكلي وانت لوزين مريض؟ درت تحاليل ديال الغده الدرقيه قال لي ما عندك، درت تقومه المعده قال لي ما عندك، الحمد لله درت شي ميكروب ديال الدم قال لي ما عندك، درت فقر الدم هو اللي عندي ناقص شويه. هذا بطبيعه الحال هذه نتيجه مترتبه على قله الماكله، ماشي هو السبب ديال الضعف ولا السبب ديال قله الماكله، هذه نتيجه. عندي كوليسترول وعندي تريغليسيرين، هذو جوج عندي. وعندك ما عندكش مشكل ديال السكري؟ لا. وكاين مشكل ديال السكري في العائله؟ لا كاين في اختي وفي خالاتي كلهم وخويا وبنات اختي كلهم فيهم سكر. ملي كيكونوا لي تريغليسيغيد طالعين ولا داك الشحمه الثلاثيه معناتها انه راه تانتي عندك قابليه انه لا قدر الله يظهر مرض السكري، خصك تردي البال. واخا خصك تاكلي مزيان الحلاوه السكر السريع ما عندك ما ديري به.
دابا ما كنديرش عطيه كنشربهم السوس. انا كنفوق كاع الحلوه ما تناكلهاش نهائيا ولا شي حاجه خضراء بحال دابا خضره الشلاضه وداك الشيء كضرني في المصره. يلا غنقول لك خصك تفاديها، ما خصكش تاكلها غير من صحبي ملي تيكون مشكل ديال الكولوباتي فونكسيونيل ولا هذا القولون العصبي، ما خصكش تاخذي لي كروديتي. دابا اول حاجه اللي نصيحه شنو عند الطبيب النفسي هو لورجونس، هذا هو الحاجه اللي مستعجله اللي خصك ديريها اليوم، هي انك تمشي عند طبيب نفسي باش غادي يعطيك الادويه اللي غادي تهدل لك هذه الحاله من التوتر. وهانتي غادي تشوفي بان ملي غتهدل لك حاله التوتر المعده غادي ترتاح، الجهاز الهضمي في نفس الوقيته غتمشي عند طبيب ديال الجهاز الهضمي لا يعطيك تريتمون ولكن بجوج في نفس الوقيته، ماشي تداوي حاجه وتخلي حاجه. فهمتيني لا امينه؟ ولا بد يعني من اليوم حاولي تاخدي ميعاد عند طبيب نفسي غتمشي غتشرحي ليه الحاله ديالك باش يعطيك الادويه الملائمه. انت قلتي ما بقيتيش كتقدري حتى تستقبلي شي خبر اللي غادي يخلعك ولا غادي يألمك ولا غادي يعطيك واحد الحاله نفسيه مضطربه، ما بقيتيش كتقدي، معنيته ان كاين صعوبه ديال تحمل اي خبر ولا اي توتر نفسي. هنا ضروري من الادويه غادي يعطيهم لك الطبيب المختص. الله يجيب الشفاء لامينه، ونتمنى تعاودي تتصلي بينا وتقولي لنا بان راه كل شيء على ما يرام. خليك غير خطيك وما يخلي لك ما تطرجاي. وشكرا بزاف على المكالمات. شكرا لي بزاف. الله يبارك فيك لنعيمه امينه. عفوا الله يسمعنا عليك خبر الخير. طيب غنمشيو الان لطنجه، معنا عبله. مرحبا بك على راديو اصوات عبله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. اموركم مزيانه؟ كي دايره مع شي فاز؟ الحمد لله. عطاك بغيت نسول الدكتوره. نعم. على بنتي عمرها عامين وما كتاكلياش مزيان، الماكله ديالها قليله. نعم. وبالنسبه للوزن فيها 12 كيلو. واصلا في الوزن ما عرفتوش واش طبيعي مع العمر ديالها ولا لا. المهم العمر ديالها بالضبط عامين وست شهور. كتمشي عند طبيب ديال الاطفال؟ سميتها ونيت على حسب الماكله ما كتاكلش مزيان ودرت لها التحاليل على حسب فقر الدم ما فيهاش. الحمد لله. وهي في الحركه ديالها اليوميه مزيانه؟ لا زعما عادي كتحرك عادي ما كتحرك. ما كنحس بها سخانه ولا شي حاجه. شنو اللي ما كتاكل؟ الخضار والفواكه كتاكلهم ولا لا؟ لا الفواكه ماشي كلشي، التفاح شويه كتاكل التفاح كيعجبها، شي حاجه اخرى لا. البنان ما كتاكلولكش؟ نعم. البنان لا ما كتقبليش كاع البنان في مره. الا عطيتيها عصير تاخذه ولا لا؟ كتاخذ العصير ديال الليمون بوحدو، الا كان مخلط مع شي حاجه اخرى لا ما تاخذولكش. لا واخ. وحنا غادي نحاولوا نشوفوا غير بعدا الفواكه اللي عزازين عليها ضروري مخصوم يكونوا حاضرين. الخضروات دابا حتى هي مطوره بسلامتها، الا دخلتي لها داكشي في العصر ما تاكلوش. وبالنسبه للصبه كانت واحد الوقيته كتشربها ولكن مؤخرا ما بقاتش هي كتقبلها ليا كاع، كنعطيها لها وكتخليها ما كتبغيش تشربها بعد ما كنبغي نبزز عليها، ولكن فاللي كترد لي الحاجه وكنخليها. وطويجين تاكلوا لك ولا لا؟ كتاكل منه شويه البطاطا بالحق داكشي الاخر. عافاك اللعبله، كلشي كيتولف من الصغر. واش قلت لك الصغر بالعكس، الصغر كانت كتاكل ليا الصبه كندير فيها الخضر كامله كانت كتاكلها ليا، مور ما كبرات شويه ولات كتفرق ما بين المذاقات ما بقاتش كتقبل ليا الصبه. واش كتاكل السقاطه اللعبله؟ كتاكلها. انت جاوبتي عطيتي الساروت ديال الجواب ديالك. دابا هاد البنيته اللي كتاكل السقاطه، اولا المذاق ديالها مرتفع، يعني المذاق ديالو كيكون فيه السكر بزاف، كيكون فيه غتولي الماكله الاخرى كتجيها بحال باسله بالديداش. حتى الفاكهه اللي هي حلوه راه ماشي بحال الحلاوه ديال السقاطه، اذا غتجيها باسله ما فيها حتى مذاق. اول حاجه غتحبسي عليها السقاطه هذه المره في مره نهائيا. ثاني حاجه الماكله بالوقت بذكاء، كليتي يا ماما هذا الشيء هو اللي كاين، ما بغيتيش ما كاينش مشكل، ولكن الكوزينه غادي تسد. خصك ديري واحد النظام اللي تفهم بان راه انت اللي كتقري، ما غاديش تبغي لك الخضار كاملين، حنا متفقين حنا كبار وما كناكلوش كل شيء، ولكن ما يمكنش شي خضره كانت كتاكلها في واحد الوقيته وتجي اليوم وتقول لك لا، راه بحال عمليه ديال البغاد فيغ، بحال لعبه معاك شونتاج
لعبة معك واحد واحد وما تخليهاش يتغلب هذا عامين لازم بس كتغلب بس كتغلب راه داير عامين راه يمكن لك يمكن لك بطريقه ذكيه جي لعبي معاها لعبي معاها من تكوني كتو دابا هي غتكون معاك ملي كتكوني كتوجدي الماكله ضروري ياك وبدي تحكي معاها وهذه هذه وريها الالوان وريها دابا دابا هي في طور الاكتشاف لد اللغات لد الالوان لد الاحجام لد الشكل تبارك الله الالوان زعما داكشي كامل دابا عطيها عطيها هي تقيس ولا قولي لها جبدي لي عفاك واحد خيزو من الثلاجه فهمتي خليها هي تشارك على قد عميرها تشارك حتى هي في تحضير ديك الوجبه لا دابا خيزو زعما كنحاول نعطيه ليها مره مره انا عطيتو غير كمثال كتبدا كتاكلو غير نشوف الفم وكتلوح ما كتقدرش لا دابا انا عطيت غير كمثال دخليها معاك بان راه وكبري بها ملي تكونوا في الطبله عرفتي شنو سميتها بعدا سيليا سيليا تقول لهم سيليا هي اللي وجدت لكم اليوم الغداء كبري بها فهمتي دخليها شاركيها معك وبطريقه ذكيه ولكن الله يخليك البطاطا ما كايناش ماشي يوميا عافاك راهي الا جاعت غتمشي تاكل يلا الله يعاونك حبله داكشي اللي كتربي عليه وكتعودي عليه كيتعود عليه الطفل وانت ان شاء الله غادي تعوديها على اشياء اللي هي صحيه ومفيده ليها تحيه لكم بطنجة المجاميه وزوج نقطة ثلاثة غادي ناخذوا نعيمه من الدار البيضاء اهلا بك السلام عليكم للمسالة عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الله يبارك فيك عندي انتي سبحان الله دي نقطة العسل في القلب ديالي وحق لا إله الله الله يبارك فيك الله نعيمة كيف يا دكتورة لبس عليها الله يسلمك الله يسر لكم أمركم الله يفتح عليكم يفتح عليها زادة لك السيد اللي قابل استقبل المكالمة الله يبارك فيك المخرج البرنامج عبد الرحيم حوبيش الله يحفظ له وليده يا ربي آمين الله يعطيه منه ويخابره الله يخليك يا دكتور الله يسر عليك أنا عندي الكرش عندي مشكلة الكرش عندي مشكلة الكرش عندي كبير الوزن ديالي الحمد لله وصل 8 شحال في الطول ديالك؟ ايوا اختي انا طويله ولكن ما عارفاش فيك ما قريتش مزيان ما عارفاش الطول ديالي شحال المهم طويله تقدر تكون شي مترو 70 ولا مترو 68 طويله انا طويله بزاف المهم عندي الكرسي عندي مشكل في الكرسي واش قسمي معنا شويه ديال الطول عطينا عطينا شويه ديال الطول عطاك الخير الخير كله نعطيه ربي يخليك لنا نايمة تستاهلوا تستاهلوا ربي يخليك لنا نايمة عندك شي وليدات؟ عندي مشكل الكرش اللي عندي مشكل عندك وليدات؟ عندي تبارك الله عندي أربعة وليدات الله يخليهم لك ولادة عادية ولا ولادة قيصرية بالفتيح ولا ولا ولدتي طبيعي؟ ولادي بكاسة ولدتهم الحمد لله عاديين والولد الآخر اللي ولدته بالفتيح الآخر والكرش بقات لك واقيلا تالورا الولادة الأخرى؟ كانت عندي مزيانة ما ولا عندي المشكل حتى كبرت شويه دابا ولا عندي دابا عندي في العمر ديالي 58 دابا المهم ما غريبهاش انا الحمد لله عندي مزيان الفورما كلها عندي مزيانه غير الكرش اللي كاينه غادي غادي شوف لا نائمه خصك تخدمي العضلات ديال الكرش غادي تشوفي الحركات اللي ديال الرياضه اللي تقدري تخدمي بها العضلات ديالك ربما كاين ارتخاء جوج دقائق انا واحد السؤال لا نائمه خصك تعرفي انه كثير من السيدات في الفتره ديال انقطاع الدوره الشهريه او انقطاع الطمث كتولي المراه في ديك المرحله ديال المينوبوز بسبب التغيير الهرموني كثير من السيدات كيوقع لهم هذا الارتخاء وهذا الكرش كتدلى او كترخى وكيتزادوا واحد 15 ديال الكيلويات بلا ما كتبدلي النظام الغذائي ديالك هادشي عنده علاقه غير بداك بداك المناخ الهرموني اللي كيتبدل في الجسم ديال المراه دونك شنو النصيحه هنا انا كيف قلت لها ولا بد دير الرياضه اللي مركزه على العضلات ديال البطن باش ملي كيخدموا اولا تيحرقوا واحد السعرات حراريه اللي كاينين دايرين بهم يعني غادي يستمدوا الطاقه من داك الشحمه اللي دايره بهم اذا غادي يستهلكوها من ناحيه اخرى انه كتعمل واحد عمليه شد عضلات البطن اللي ما كيخليوش المصران فوق ما كتاكل كيتوسع على خاطرو كيزيد ينتفخ وكيبين ليها داك المشكل المزعج ديال داك الشكل المزعج ديال البطن المنتفخ واش
لا ريدوكاسيون دو بيريني داخله ايضا في الامور اللي خاص السيده في هذا السن ترد لها البال الا ما كانتش دارتها من بعد الولادات متكرره. او ترويض عضله اللي شاده الرحم. ترويض العضله اللي شاده الرحم عندها البلاصه ديالها تنظن اكثر مباشره وراء الولاده، خاصه الولادات اللي كتكون طبيعيه. هنا ولكن ما غاديش يكون عندها ما عندهاش علاقه مع 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 البطن، يقدر عندها علاقه مع المشكل ديال التبول اللي تيكون المراه ما كتبقاش تشد البوله حشاكم ولا كتبدا كتزهق ليها ولا كتدرك ما كتقدر ماشي حتى كتوصل للمرحاض. هذه عندها علاقه بالعضلات ديال البيريني، يمكن تقوم بعضلات شد بشد عضلات البيريني. كلمه اخيره نرجعوا للنحافه باش نختموا. نقسموا الوجبات بعدا نعرفوا شفنا هو الاصل ديال هذا المشكل، واش ماشي مشكل ديال الغده الدرقيه، حيت ملي كتكون الغده الدرقيه كتخدم بزاف عندها افراط في الوظيفه ديالها كتقدر تؤدي الى نحافه. نشوفوا بعدا هذا الجانب، نشوفوا واش ما كاينش مشكل ترتب على هذه النحافه باش نعالجوه في نفس الوقيته، يعني واش ما كاينش شي خصاص في الكالسيوم ولا في الماده الحديد باش نعالجوه في نفس الوقيته، ونمشيو عند طبيب مختص. الا كان عندي مشكل نفساني ضروري ما خصني نعالج المشكل النفسي، بلا هذا العلاج ما نقدرش نتغلب على الامر. الا كان مشكل غير ديال تسقمت مع حيت كانت عندي القرايه في واحد اللحظه، ولا كان عليا واحد الدرك ديال شي ظرف ديال توتر نفسي غير في واحد اللحظه وترتب عليه ان المائده ديالي صغارت وتكمشات، هنا كنمشي عند طبيب اللي هو مختص في التغذيه غادي يصاحبني في هذيك المرحله. ولا بد لو كارني اليمونتير كنشد الفطار كنقيد فيه داكشي اللي كناكل. شكرا لك دكتوره سناء العناني المختصه في الحميه والتغذيه وطب التجميل للتواصل معك. 0522 36 54 56، ومرحبا بكم بالاسئله ديالكم على الصفحه ديالي في انستغرام dr-8 سناء العناني sanaaelinani. شكرا لك، شكرا لكم على حسن المتابعه، بقيت يوم سعيد رفقه برامجنا على راديو اصوات. نخليكم الان مع برنامج لكل اسره رفقه لمياء المساوي. شكرا عبد الرحيم حبيش في الاخراج. غدا ان شاء الله مع العشره موعدكم يتجدد مع برنامج الاسبوعي.